القصاص لابني ولجوزي. اخويا كان رايح ليروي ارضه، راح لقى الماسوره مسدوده بسبب ناس من البلد سدين مواسير لحوض كامل 28 ماسوره مسدودين. راح ليروي ارضه رأى الماسوره مسدوده، قعد يحاول ان يسلكها ما عرفش يسلكها، وجم اهل الاراضي كلها الحوض كله يدورهم على المواسير لقوا المواسير كلها مسدوده. حاول اخويا عشان يروي ارضه راح على ماسوره بعد منه لقاها لسه ما تسددش، علق عليها المكنه بتاعته ودور جهز مكانته ليروي. فراح بالليل، روح وراح بالليل تاني عشان يروي يكمل ارضه، لقى شله الفساد اللي هم السته اللي بيسدوا المواسير موجودين، جروا وراهم وجروا وراه قتلوه. ولا الصبح راح اخويا بالفطار ليه؟ راح له الغيط عشان راح له الغيط عشان ياخد له الفطار ويروح له، ما لقاش ابراهيم. اتصل علينا في البيت، انا مش لاقي ابراهيم. ازاي ما انتش لاقي ابراهيم؟ قال لك المواسير اللي هنا مسدوده وانا مش لاقي ابراهيم. طب ابراهيم فين؟ كل البلد جريت على الغيط وندور على ابراهيم، واللي هم قاتلينه بالليل جم معانا يدوروا على ابراهيم. كل ما نروح من الواحد يجي يقول لنا ده ابراهيم عايش، ابراهيم هيجي، هو شيخ البلد دي نفسه بيقول لك ابراهيم عايش. وفي ليله قال لنا يا جماعه ده ابراهيم جاي بكره، ايه اللي عرفك يا شيخ البلد؟ قال لك انا كلمت واحد من القاهره في المباحث وقال لك احنا خلاص وصلنا له وهيجي بكره. وكل يوم على الوضع ده فضلنا 35 يوم لحد ما في يوم قال لك ده خدوا واحد من فيشه اللي هو علي المليجي، بسبب ان كان علي ده كان معاهم اصلا في سد المواسير وقتل معاهم ابراهيم. قال لك خدوا علي. طب خدوا علي ايه يا جماعه؟ قال لك ده علي كان معاهم، وصلهم لعلي. واحد من عندنا اللي كان اللي اسمه سعيد دعدوع ده شغال في الجنينه اللي هم دفنين فيها ابراهيم، وهو اللي عرفهم المكان اللي هيدفنهم فيه وهيعملهم فيه، وهو كان معاهم في سد المواسير. اما لقوا من المباحث جابوا كلاب ودورهم في الجنينه وهيوصلهم لمكان ابراهيم، قال لك احنا لازم ننقل ابراهيم. جه سعيد دعدوع ده جاب واحد من عندنا ليقول له من البلد ده موتين ابراهيم وعايزين ننقلوه مش عارف ايه. قال له ماشي انا معاك ننقلوه. خد الكلام منه وطلع على المباحث قال لهم الوضع 1 2 3 وابراهيم مدفون في الجنينه فين؟ قال لهم ما اعرفش. وصلهم لمكان ابراهيم. الكلام ده غابوا 5 ايام وقلنا ابراهيم عايش، وهم عارفين ان ابراهيم ميت. غابوا 5 ايام وعارفين مكان ابراهيم ان هو مدفون في الجنينه، بس احنا ما نعرفش حاجه. فجاه قال لك ده ابراهيم اللي قتله فلان وفلان. كنا يوم 25 رمضان 25 رمضان راحهم طلعوا ابراهيم وراجع متصل بينا تعالوا المركز. رحنا المركز كان هم خدوا ابراهيم على المستشفى. وقت ما خدوا ابراهيم على المستشفى، وقت ما الخبر احنا عرفناه، وقت ما ابنه سمع ان ابراهيم ان ابوه انقتل، وقت ما ابنه جاله الجلطه، وقت ما ابنه جاله الجلطه في ساعتها، ساعه ما عرف ان ابوه مقتول. مسكوه بقى يقول بقى استغاث في ايديه ويقول لهم هتموتوني ليه؟ سيبوني اروح اربي ابني، اربي ابني واربي ابني الغلبان، ما وحلتوش الا هو. موتوه يا ده، انا رموه في المطاوي وضربوه يا حبيبي على دماغه، كسروا دماغه يا ولدي وشالوه، لفوه في مسمعات، لفوه في مسمعات وشالوه، حطوه في بير صرف، في بير صرف من بتاع الاراضي، حطوه على دماغه. صاحي صح صح يا حبيبي، الطب الشرعي مطلعه صاحي يا ولدي، حاطينه في البير صاحي على دماغه ورجليه فوق ورادمين عليه. فانا عايزه القصاص، عايزه القصاص وعايزه حق ابني، عايزه حق ابني بعدل ربنا بعدلك. انا مش عايزه حاجه الا حق ابني ينعدم، وطالبه القصاص، طالبه القصاص بعدل ربنا. انا بطلب العدل بتاع ربنا وبطلب القصاص لابني ولجوزي. أقدم جريمة في الأرض قابيل وهابيل، بتتكرر بأشكال كتيرة، لكن احنا بنتكلم على القصاص وأيضا الإعلام عن مثل هذه القصص، عشان كل واحد بقى شرب له حجر ولا خد حباية ولا بتاع، هيئ له انه ممكن يعمل ده دون ضبط وربط، يعرف
قوة الدولة والحزم. احنا معانا اخوه بيقول كلمة اخيرة في هذا المشهد الحزين اللي بنقدمه من مشاهد مصرية كثيرة. طبعا عندنا حاجات تفرح وحاجات تزعل، دي من الحاجات اللي تزعلنا لانه ده اخ لينا الله يرحمه ابراهيم. اخو ابراهيم بقولك اهلا بيك. اهلا انا استاذ، الله يبارك في سعادتك. اولا البقاء لله، ثانيا انت عاوز تقول ايه بعد ما عرضنا قصة شهيد الارض ابراهيم من الغربية؟ الله استاذ، احنا مش طالبين من ربنا الا القصاص وحق ابراهيم يرجع ان شاء الله. ربنا يبارك في معاليك وكلم لنا سيد محمد العام وطالب لنا بحق ابراهيم يرجع، لان ده مجموعه، ده راجل شيخ بلد، راجل شيخ بلد ولما مجموعه عصابه حواليه. انا بس مش عاوزك يعني تقول اتهام جزافي كده، هي في عصابه في عمله كده ماشي، انت مش قلت ده في المحضر بتاع الشرطه والنيابه؟ ايوه سعادتك، اكيد القضيه ماشيه. يعني القصه دي بقى لها قد ايه؟ القصه دي سعادتك من يوم يعني قتل ابراهيم من يوم 24/5 يعني 4 خمس شهور، يعني 24/4 حضرتك، يعني حوالي 6 شهور او 7 شهور يعني. ايوه، ولسه ما نزلتش جلسه، يعني احنا مستنيين تنزل في اول واحد. قالوا لنا هي تحولت جنايات عامه، ما هي جنايه طبعا، وان شاء الله ان شاء الله يعني قالوا تنزل في اخر 12 او اول واحد ان شاء الله. احنا هنتابع معاكم، وانت برضو من خلال انتم في محامي معاكم ولا نجي تشوف محامي؟ لا معانا محامي سعادتك، معانا محامي، وبلغنا بالتواريخ بس عشان نتابع معاكم النتائج، واحنا كلنا ثقة في القضاء المصري العادل، كلنا ثقة في انه احنا ثقة في القضاء الصارق، وبنشكر برضك وزارة الداخلية تعاقد معانا حوالي 34 يوم، السيد مساعد وزير الداخلية والسيد رئيس المباحث ومدير مباحث المديرية، الناس كلها محترمة وتعبوا جامد، يعني 34 يوم الناس ما كانش بتنام في شهر رمضان لغايه لما اكتشفوا الجناه واكتشفوا الجريمه بكل تفاصيلها. الجناه والجريمه، لان الجريمه كانت مطوره اسطار، الناس دي كانت رشت زراعات قبل كده، ناس عندها حقد وغل وحاجات كتير، رش زراعات وسد مواسير ارتوازي واتمدوا في اجرامهم جامد يعني. طب عاوز اسالك بعد الحادثه دي، هل في جرائم تانية عنيفه وقعت ولا الحمد لله يعني ده اخر؟ هو سعادتك هم دول، هو ده بؤره الشر اللي كانت في البلد كلها، ربنا جمعهم كلك في الشهيد ابراهيم الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله، رحمه الله عليه، ده مات يعني لا لم الاجرام اللي في البلد كله. لان هم الست افراد يعني 4 من عيله وواحد من عيله برضك اجرام قبل كده كان محبوس، وهم برضك كانوا متخدمين في جرائم قبل كده، محبوسين قبل كده، منهم 3 كانوا محبوسين قبل كده في قضايا، ولهم اخ واخد 24 سنه برضك معتدي الاجرام، يعني معتدي الاجرام، هي مجموعه معتده الاجرام. خلي بالك يعني الحديث رسول صلى الله عليه وسلم انه من مات شهيدا دفاعا عن ارضه وعن ماله، ده شهيد يعني. فابراهيم هو شهيد الارض زي ما احنا بنقول، هو بامر الله شهيد الصارق، بس هو مالوش ذنب في اي حاجه، اللي كان رايح يروي ارضنا، يروي يعني مالوش ذنب في اي شيء خالص. البقاء لله، وطمنا على ابنه دلوقتي، ابنه جات له جلطه بس دلوقتي بقى كويس ولا ايه؟ ابنه توفى يا استاذ طارق بعده بشهر بالظبط، يعني من تاريخ ما يوم وفاه ابوه اتوفى بعده ب 30 يوم بالظبط. لا حول ولا قوه الا بالله. كان عمره قد ايه؟ والده طلع يوم 28/5، طلعوه من بير في نفس التوقيت اللي ابوه دخل في المشرحه جنبه في نفس المستشفى الجامعي بتاع طنطا، الواد دخل في حاله غيبوبه تامه لحد ما توفى يوم 1/7. رحمه الله عليهم جميعا، اعزائي الاسره، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وهنتابع الاجراءات والنتائج، واعتقد ان بالاجراءات اللي عملها الشرطه وزاره الداخليه معاك تطمئنك، وان شاء الله كلنا ثقه في القضاء المصري. ابو جامد الصارب من ارض الله، توفيق بيه شهوان وعلي بيه ابو زهره، توفيق بيه رئيس المباحث وعلي بيه ابو زهره مفتش مباحث المديريه، واللواء سعيد شكري مدير مباحث الامن، واللواء خالد بعب حميد مساعد وزير الداخليه. الناس دي تعبت، كانت مجموعه كبيره، اتبهدلوا لان الناس دي كان يعني احنا بنحمد ربنا ان احنا قدرنا نوصله للمكان اللي ابراهيم دفن فيه. ربنا معاك وقلبي معاك، ونقدم هذه القضية أعزائي المشاهدين. بنقدمها ليه؟ بنقدمها عشان كل واحد بيفكر في حاجة زي دي، اوعى، ده ربنا هو اللي كشف القضية دي، ده الراجل في الغيط وخدوه وحبسوه في نفس أرضه في بيرما. بص التفاصيل دي زيها زي قضايا كثيرة، المجرم لازم يقع. خلي بالكوا يعني ساعات بيحصل عمى، ده اللي احنا بنتكلم عليه، ساعات بيحصل نوع من أنواع
الغل الزايده معاه ورايح الارض و ليه كده؟ فين البساطه؟ فين الطيبه؟ فين 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 حاجات كتيره قوي البعض افتقدها، لكن الكثير واحنا بنقول بلدنا كلها خير.